تمرين مع حضراتكم معايا على التليفون طبعا نجم مصر نجم الزمالك السابق كابتن حسين ياسر محمدي. حسين عامل ايه يا حبيبي؟ حسين كل سنة طيب حبيبي يا سحسح عامل حبيبي ايه؟ كابتن، مساء الخير عليك يا حبيبي. تمام الحمد لله كله تمام ايه الحمد لله اخبارك؟ كله تمام الحمد لله، ومساء النور وكل سنة وانتم طيبين عليكم جميعا وعلى جمهور الزمالك العظيم، ودايما مستمتعين بحديثك ولقاءاتك. حبيبي يا سحس، بص انت يمكن من الناس اللي انا بحب الحقيقه تفكيرها، وعندك يعني وجهه نظر دايما تحترم، ويمكن انت احتكيت بره كتير فبيبقى عندك يعني خبرات ممكن نستفيد بيها. حسين تعلق لي على المشهد اللي احنا فيه ازاي، او رايك ايه؟ معرفش انت سمعت بعض الكلام اللي انا قلته ولا لا. والله طبعا انا سمعت بعض الكلام كابتن ابو العيله، وبقى لي فتره متابع الموقف اللي حاصل الاسبوع الاخير دوت. طبعا الحمد لله انا التحقت بدوره البرو لايسن الفتره الاخيره دي، مبروك. بدات الله يبارك فيك، فدي كانت مهمه، خطوه مهمه طبعا بالنسبه لي ان الواحد وصل للبرو لايسن، دي حاجه مهمه جدا، وعملنا اول بلوك الحمد لله، كانت حاجه يعني مفرحاني جدا. بس لما نشوف اخبار زي دي بعد كده في الكوره، وبالذات عن الدوري المصري وعن الكره المصريه والاحوال، وبالذات لما تبقى بره كمان صدقني يعني اكتر من مصر جوه، وانت بره في اي مكان كراجل متواجد بتحب بلدك وبتشوف انديتك الكبيره اللي هي بتمثلك في كل حته، وطبعا اللعيبه بشكل عام في مصر عندنا قاعده كبيره من اللعيبه على مستوى عالي، لكن للاسف الشديد المنظومه كلها والدنيا كلها مش مبنيه على حاجه صح. كان لازم زي ما انت قلت من بعض كلامك ان يبقى في وقفه، يعني لحد امتى يبقى ترتيب الدوري المصري في الرقم دوت، او نظهر بالشكل دوت قدام العالم كله. والنهارده يعني مع احترامي سواء مين غلطان او مين صح والكلام ده كله، ان كل الناس بتستنى دايما ديربي، اقوى ديربي في افريقيا اهلي وزمالك، لكن انا يعني بصراحه سعيد بالخطوه اللي اتعملت دي من مجلس اداره نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب اعتقد خد قرار صارم جدا مش اي حد ممكن ياخده برضه، ان هو ما ياخدش المباراه دي، لان زي ما قلت لازم ترتيب الامور لازم تترتب من الاول تاني، ونبعد عن المجاملات ونبعد عن المواضيع اللي بتحصل دي كلها مأثره على الدنيا كلها، مأثره على منتخب ومأثره على انديه، مأثره على الجماهير، مأثره على الاحتكار، احتكار السوشيال ميديا بين الجماهير نفسها وكل حاجه. عايزين نشوف نفسه منافسه شريفه، منافسه تكون جميله تضبط مصلحه الكره المصريه في الاخر. موضوع المؤجلات والمباريات المؤجله والكلام ده كله، وزي ما انت اتكلمت في ناس خلاص هتنزل في ناس مش عارف، يعني الموضوع خلاص بقى زاد عن حده، احنا في 2024 النهارده. ومع احترامي، مع احترامي يعني انا راجل لعبت في دوريات كتير ومتابع دوريات، والناس كلها بقت عارفه دلوقتي اكتر، يعني الدوريات كلها في العالم كابتن ابو العيله بتبدا في شهر 8 وتنتهي في شهر 5. كل البطولات، احنا البلد الوحيده اللي كل سنه ما تعرفش جدولها رايح فين، توقفات بشكل غير طبيعي، ارتباطات بشكل غير، ليه ما تعرفش؟ ما احنا بنلعب زينا زي العالم كله، ليه ما يبقاش في موعد محدد للدوري بدايته وموعد، يعني انا بكلمك في ابسط حاجه، مش هتكلم بقى معاك على حاجات ثانيه دلوقتي، انا بكلمك في ابسط حاجه. الناس كلها بتلعب الدوريات بتاعتها ببطولات اوروبا كلها اللي بتبقى موجوده بالاشتراكات المباريات الفيفا ديت بتاعت اللعيبه الدوليه وكل حاجه، والناس بتيجي في شهر 5 بتلاقي الدوريات كلها خلصت. انت النهارده الدوري المصري في شهر 6 ما خلصش الدور الاولاني. يعني انا برضو عايز اعرف ازاي؟ احنا في حاجات بنشوفها كتير في الدوري المصري بصراحه غريبه ما بتشوفهاش في حته. وبعدين احنا المفروض نكون من اكبر الدول الافريقيه كمان مش بس في الوطن العربي، نكون عندنا نظام وسيستم، احنا بنعلم كل الناس، احنا عندنا امثله كتير في كل حاجه، كل المجالات، مصر ما شاء الله ولاده بكل علمائها وحاجات كتير، فما عندناش، هل معقوله ما عندناش ناس تقدر تدير وتنظم بطوله الدوري بشكل صارم بشكل سليم وبشكل الناس كلها تستفيد، ويبقى فيه فير ما بين كل الانديه والمعاملات كلها تبقى فير؟ هو ده اللي بيزعل بصراحه. انا ده ياخدني معاك لنفس السؤال الحقيقه، انا يمكن يعني سالته في المداخله اللي قبليك يا حسين، ان انا شايف ان في ناس محاوله تاخد القصه دي في زمالك واهلي، او تحاول تتكلم اكن القصه يعني ليها علاقه بان انا بس انتماءات. الحقيقه لو انت بصيت بشكل مختلف على القصه دي هتلاقي ان احنا بنتكلم على صالح العام. انا هعيد السؤال تاني عليك، يعني هل الطبيعي ان نقعد يعني نعاير بعض او نكيد بعض مين كلمته ماشيه او مين كلمته مش ماشيه على اصلا فكره لا 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 ليس لها علاقه
بانها تطور كره القدم، هي اللي بتسال عن تطوير كره القدم، اللي بتسال عن ان القيمه التسويقيه تزيد، هي تزيد بالطريقه دي. هل في فرقتين ممكن ما يلعبوش مع بعض لحد الاسبوع 28؟ هل ده في العالم يكون موجود؟ يبقى ناقص 6 ماتشات، لا ما بيحصلش. منهم ماتشين لنفس الفريق هتلعبهم عشان دور اول ودور ثاني، دي اتشافت في حته قبل كده؟ لا صدقني، لو كانت المباراه دي نفس، خلينا نبعد عن ان هي مباراه الاهلي والزمالك زي ما انت قلت يا كابتن ابو العيله، لو كان فريق تاني غير النادي الاهلي النهارده وحصل نفس الموقف مع نادي الزمالك، كان نادي الزمالك هيدخل يلعب مباراه. هي مش موضوع مباراه اهلي وزمالك، الموضوع ان الدنيا كلها ماشيه زي ما قلت لك على اسس مش سليمه. فالقرار دوت لازم يبقى فيه وقفه. وبعدين انت ما تلعبش مباراه اهلي وزمالك، لا يبقى فيه برضه وقفه، لان دي مباراه كبيره الناس كلها مستنياها، والوطن العربي كله بيستناها، وافريقيا كلها بتستناها، ومن 7 أو 8 اكبر ديربيات العالم مباراه اهلي وزمالك. وانما تتلعبش، ده حدث مش مستاهل ان هو يتلغي. لكن احنا وصلنا لدي ليه؟ وصلنا لان كل الاسس اللي مبنيه عليها نظام الدوري التنظيم وكل حاجه غلط، مع احترامي للجميع. مش هنقعد نضحك على بعض ونقول والله اصل دوت، لا الموضوع كله عك في عك زي ما بيقولوا عندنا. والناس لازم، وكل واحد لازم ياخد حقه يا كابتن ابو العيله. الناس اللي تستاهل وتمسك المناصب دي ان هي تطور، طالما ما بتطورش سيب مكانك لحد تاني يطور ويشتغل بشكل كويس. وبعدين حتى لو انت بشكل ما عندكش الخبره، اتعلم واستفيد وشوف الناس وطبق زيها. يعني انت اتعلم وشوف الناس ماشيه ازاي، وحاول توصل عشان تيجي مكان دوت الناس تقول ان انت جيت عملت حاجه. لكن بقالنا سنين، مش اول سنه، بقالنا سنين على نفس الموال، كل سنه لازم في مشاكل. وانا في اعتقادي حسين لولا الوقفه دي ما كانش هيبتدوا يفكروا، ها يعني هيبتدوا يفكروا بكره، ها في الحلول. لولا ممكن الوقفه دي اللي ممكن تخلي الناس تقف قدام مسؤولياتها وتحرج البعض، وتبدا بقى يفكر ايه ده احنا فعلا في مشكله حقيقيه، لازم نفكر الحقيقه في حل جذري. وده يعني ياخدني معاك لحته ثانيه، تفتكر ليه معظم الانديه، او في انديه كتير، بلاش اتكلم بكلمه معظم دي عشان ما احتكرش الكلام، في انديه كتير ليه مش مرتاحه؟ ليه في انديه كتير مش حاسه بعدل في او ابتدت تشتكي بشكل كبير؟ بالظبط كده، هو في انديه كتير بتشتكي، وبنشوف زي ما قلت لك السوشيال ميديا، ودلوقتي النهارده كل حاجه موجوده على السوشيال ميديا وعلى القنوات، وكل حاجه بقت خلاص على المكشوف. مفيش حاجه بتستخبى يا كابتن ابو العيله، كله الناس كلها شايفه كل حاجه. واللي بيشجع كوره وبيحب كوره بيتابعها عارف الدنيا ماشيه ازاي، والناس كلها فعلا زي ما انت قلت في استياء، حتى الشارع المصري نفسه في استياء، لان الناس بدات تشوف المنطقه اللي حوالينا، حتى الدوريات بدات تتطور ازاي، والناس بدات تتطور ازاي، واحنا لسه محلك صفر. طيب مين المسؤول؟ هنقعد نسال، احنا دايما بنقعد نطلع على القنوات ونقول ايه؟ والله احنا عندنا كذا وحش، هنفضل نتكلم دايما فين القرارات وفين الحلول؟ واتمنى كمان، خلي بالك يعني انا معاك اهوت على الهوا، وخلينا اهوت معاك، نتمنى يعني بعد الموقف اللي حصل ده نتمنى ما نقولش ما فيش فايده ونرجع تاني نفس القصه ونكمل. يعني شوف الموقف النهارده دوت المفروض ما يتنسيش، او الناس تقول لك ايه والله ده حصل موقف واتنسى، ونرجع تاني في نفس العك ونفس السيستم اللي هو ماشي بشكل غلط، ونكمله السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها. يعني في حاجات كتير بتحصل، انا حتى من ضمن الحاجات اللي مش عايز ابعد عن الموضوع، تطرق لموضوع المواليد 2003 والفتره اللي فاتت دي، والناس كلها كلمتني الغاء مرحله 2003، وعندك جيل كامل انتهى، كان جيل كويس جدا انا اشتغلت معاه وعارفه، كنا بنتكلم عليه من فتره انا وانت في حلقه من حلقات. فعلا انت فعلا برضه الناس دي نفس السيره فعلا قريب. في الناس دي كلها معظمها دلوقتي في الشارع. يعني مش بس ده، صدقني مش بس ده، دي المباراه دي والغاء النهارده، واللي بيحصل في الدوري فوق حاجه، واللي بيحصل تحت عندك حاجه، والدنيا كلها مبنيه على اسس مش سليمه. وبعدين خلاص، ده احنا دلوقتي زي ما بقول لك السوشيال ميديا والعالم كله انفتح على بعضه. معقوله مصر ما فيهاش ناس تقدر تاخد المسؤوليه بجد وتطور؟ دي السؤال اللي انا بطرحه للمسؤولين والناس. عايزين نشوف حاجه كويسه لبلدنا، عايزين نفتخر بوجودنا في المنظومه الرياضيه دي، ان ما بقاش في حد حاسس بعدم العدل. لو ما فيش انصاف وفي عدل، الناس كلها بتحس، في ناس بتحس بظلم، وده بيحصل فعلا، والظلم واقع. وفي اي سيستم بيبقى فيه حاجات فيها فوات طبعا في اي سيستم، لكن نقدر نطور، نقدر نشتغل على نفسنا. لكن احنا للاسف مش بنتطور، احنا بنرجع لورا. ده اللي حاصل، ودي الحقيقه، مفيش حد بدون مجاملات لاي حد. الحقيقه كلام مهم جدا. طب حسين، عايز اخدك بقى في حته يعني بعيده شويه، عشان يعني نغير القصه شويه كده مع المشاهدين. قول لي، متابع اليورو ولا لا؟ يورو 2024؟ طبعا انا متابع اليورو الفتره اللي فاتت دي. قول لي توقعاتك ايه كده؟ متابع طبعا ورايك متابعها وطبعا عندنا شغل كتير فيها في البرو لايسن، زي ما قلت لك بنحضر البرو لايسن، فعندنا شغل كتير على اليورو وعلى مباراه اليورو. وشفنا طبعا المرحله الاولى دايما بتبقى مرحله المجموعات مختلفه تماما، هنبدا نخش في الجد دلوقتي بعد المرحله الاولى.
وانا عن نفسي كحسين ياسر المحمدي بتابع المباريات وبشوف حصل بعض المفاجآت في المباراه. خساره بلجيكا في الدور الاول من سلوفاكيا كان مفاجاه بالنسبه للكل. طبعا انا عايش في بلجيكا وزي ما قلت لك موجود هنا اكتر، وعارف ان الشارع البلجيكي بيتكلم عن الرياضه ازاي وعن المنتخب ازاي دلوقتي بعد غياب نجوم كتيره وجيل مختلف عن الجيل اللي بعديه والكلام ده كله، برغم ان لسه في شويه نجوم كبيره. زي ما شفت فرق كبيره برضو ادائها متواضع، منتخب ايطاليا ولا غيره ولا غيره اللي هو كان بطل، تحس باداء متواضع جدا، تحس ان المباراه معظمها شكلها واحد. غياب النمسا فاجئتنا برضو زي ما بقول لك في فرق كتير، وبان ان دلوقتي ان الروح والاداء مهم جدا في كره القدم. الكره ما بتعترفش بالنجوم بس، لكن ما زلت انا كحسين ياسر محمد بتفرج على الكوره بحب ان اشوف ان يكون في كل منتخب لعيب او اتنين بيصنعوا الفارق. لو ما فيش النوعيه دي من اللعيبه بتحس ان المنتخبات كلها شبه بعض. توقعاتك الفاينل يكون بين مين ومين؟ ومين يقابل بعض في الفاينل؟ والله انا شايف طبعا المانيا بالجمهور والارض طبعا هيبقى دافع ليهم كبير جدا وعامل نفسي ليهم، وهو منتخب بصراحه منظم، وشفنا موهبه جديده طالعه لسه مسيولا لسه في بدايه حياته مع الكره الالمانيه والكلام ده كله. شفنا في منتخب اسبانيا بيأدي، يعني انا شايف ان ممكن فيه كاسما وخبرات ووصول والكلام دوت، انا شايف ان الاربعه الكبار ممكن اسبانيا البرتغال والمانيا وممكن انجلترا على استحياء، يعني برضو تفاوت في المستوى مش مستوى ثابت، ممكن يكونوا هم بيمثلوا الاربع فرق الكبيره اللي تلعب في فرنسا اسبانيا المانيا البرتغال والمانيا، فرنسا اسبانيا البرتغال والمانيا هم الاربع فرق اللي ممكن نقول كفرق فيها ناس تقدر ان هي توصل يعني امبابي في المباراه الاولى بعد ما طلع والاصابه اللي جات له والكلام ده اثر اعتقد الماتش الثاني مع هولندا على منتخب فرنسا، اكيد النجم كبير وبيصنع الفارق زي ما قلت لك. ممكن يحصل مفاجاه ان نشوف فرقه زي هولندا مثلا ولا حاجه، لكن ما تعرفش لسه. الدور الثاني بقى دلوقتي هيبين واكيد هيحصل، اللي هي الكوره دايما مفاجات. لكن اللي احنا بنشوفه ان اللي الاداء حتى اسبانيا لغايه دلوقتي بالنسبه لي الاداء مش مقنع قوي ان هو يفوز في بطوله، لان اسبانيا بتعتمد على الاستحواذ اكتر وشكلها كويس جدا، بس برضو مش عندهاش القوه والشراسه الهجوميه ان هي تكسب النهارده 2 و3 زي زمان. بلجيكا طبعا بعد ما اعتزال هازارد وفلاني وناس كتير قوي اختلف الوضع خالص، ما بقتش بلجيكا بتاعت زمان. بلجيكا طبعا كانت المفروض من الفرق المرشحه بقى لها سنين انها تفوز باوروبا او في كاس العالم لما وصلت نهائي بالجيل بتاعها دوت الجيل الذهبي. النهارده ما فيش الا ديبرانا كيفن ديبرانا ولوكاكو هم الناس اللي موجودين من ريحه الجيل القديم. كل العناصر الجديده الدوكو في مانشستر سيتي لعيب على مستوى عالي لسه جديد لسه ما عندوش الخبره. زي ما انت شفت اسبانيا يامال لسه لعيب ما عندوش خبره. في لعيبه كتير بدات تطلع، بدانا نشوف ناس في تنوع، ولما واحنا كلنا يعني كمشجعين للكره كمان ونحب الكره بنتمنى نشوف اللعيب من ريحه اللعيبه من ريحه رونالدو من ريحه بقى نيمار من ريحه الناس دي، عايزين نشوف لعيبه بتصنع الفارق نتمتع بيها. زي ما قلت لك الكل شبه بعض والفرق بتدافع كويس دلوقتي النهارده بتقف بشكل كويس في الملعب، واللعيب الفرقه اللي بتبقى محظوظه عندها لعيب يصنع الفارق زي ما قلت لك هي اللي بتقدر تكسب. طبعا كل الشكر لنجمنا الجميل الحقيقه وصاحب وجهه النظر واللي دايما بيحب يطور من نفسه، نجم الزمالك السابق والاهلي السابق ويعني واللاعب الخلوق الحقيقه حسين ياسر محمدي، كل الشكر ليك يا حسين.